أعزائي المشاهدين في كل مكان، صباح الخير وأهلا بكم معنا ولقاء جديد وبرنامجكم طعم البيوت. صباح سعيد ومشرق بإذن الله. حلقتنا النهاردة فيها فقرات كتير، لكن طبعا نتكلم في البداية عن موضوعها الرئيسي، فكرة دخول الأطفال المدارس. احنا طبعا شفنا السن الصغير مبكر، سواء إذا كان أولى حضانة، تانية حضانة، أولى ابتدائي، دخلوا المدارس. الأمهات طبعا اللي الأول مرة أو عندهم أطفال لأول مرة بيخشوا المدارس يمكن بيعانوا بعض المشاكل. الطفل ممكن يكون مش متقبل، عنده بعض المشاكل في ان هو يدخل مدرسة، يصحى بدري، ياكل ايه، يشرب ايه، طب نعمله ازاي، نحببه في المدرسة ازاي. كل دي تفاصيل هنتكلم عنها النهاردة، ازاي نهيئ الطفل صغير السن اللي الاول مرة بيدخل المدرسة، ازاي نهيئه نفسيا ويخليه بدال ما يبقى زعلان وهو رايح المدرسة يبقى فرحان ومبسوط. ده موضوع حلقتنا النهاردة. تعالوا مع بعض أعزائي المشاهدين، تعالوا نشوف فطارك عندنا النهاردة هيكون إيه. إحنا هنقدم لكم سلطة المجدرة. سلطة المجدرة طبعاً المكونات الرئيسية اللي فيها هو العدس الأسود بتاعنا، العدس أبو جبة، بيبقى معاه شوية إضافات، منهم الصوص اللي بتحط عليه اللي هو طبعاً المكون الرئيسي فيه الزبادي، مع التوابل والبهارات والزيت والخل وطبعاً الجرجير. ده شكل الطبق بتاعنا النهائي وبالهنا والشفا. وبرده ممكن اكله، يعني ممكن اللي بيعمل رجيم ياكله بعيش سن يبقى خفيف، اللي بقى مش عامل رجيم ياكله براحته. فده لطيف جدا، تغيير برده عن الفول عشان خاطر ما يحصلش زهق. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف ابتكارات فنيه، فقره لطيفه جدا ومليانه افكار فنيه جميله. متهيألي اللي بيشوف الفقرة دي معانا ابتكارات فنية في المطبخ ويكون نفسه مسدودة أو مش عايز ياكل، بيبقى جعان جدا بعد كده ونفسه يفطر. زي ما شفنا مع بعض طبقنا النهاردة، نيجي بقى نكمل حلقتنا ونفكركم بموضوع حلقتنا النهاردة وضيفتنا اللي شرفتنا النهاردة علشان تكلمنا ازاي نخلي الطفل مستعد ان هو يتقبل بداية العام الدراسي. بالنسبة له طبعا ممكن تكون نقلة كبيرة جدا ان هو ينتقل من المنزل ومن حضن ماما والبيت والدفى، يصحى بدري، يروح مكان غريب. يعني فعلا لازم الطفل يمهد نفسيا قبل الموضوع ده، فده اللي هنتكلم عنه النهاردة مع ضيفتنا. خلينا نقول كمان برضو إن من التقارير المهمة اللي عندنا النهاردة وهنقدمها قبل ما نستقبل ضيفتنا، اليوم العالمي للمحو الأمية، وده طبعا من الأحداث المهمة جدا اللي العالم كله بيهتم بيه وبيتعامل معاه، وده تقرير عنه اللي هنشوفه دلوقتي وبعدين نستقبل ضيفتنا. اليوم العالمي للمحو الأمية هو ليس مجرد احتفالية لمجرد الاحتفال، ولكن الهدف الأساسي منه هو أننا يعني نراجع سياساتنا ونراجع الخطط والبرامج اللي تمت في العام الماضي، ونبدأ نشتغل نشوف احنا ايه اللي أنجزنا فيه وايه نقاط الضعف اللي عندنا، ونبدأ نحط خطط بديلة للعام القادم إن شاء الله. وطبعا الهدف الأساسي من ده هو احنا نعلم مصر خالية من الأمية ونحقق أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030. محو الأمية وتعليم الكبار واجب مواطن تشارك في كل قطاعات الدولة، فعشان كده احنا جايين النهارده نقول للناس يا جماعه احنا قدامنا وقت قليل جدا، 2030 ده لازم نحقق اهداف التنميه المستدامه اللي هم 17 هدف. احنا شغالين في مجالنا، محتاجين معاونه كل الجهات سواء المجتمع الحكومي او المجتمع المدني. بدات حكايتي ان كانت اختي اللي هي اكبر مني كان حصلت لها حادثه بسبب موضوع المدرسه، وكنا مقيمين بيها هنا في القاهره لفتره. لما رجعنا طبعا كان سني عدى مرحله التقديم بتاع المدرسه، واصطدمت بالواقع الاليم ان انا مش هقبل لا في ازهر ولا في عام. طبعا كنت بنتظر الاطفال وهم رايحين المدرسه واقعد ابكي لان انا عايزه البس زيهم واخد الشنطه واروح اتعلم. بابا بقى يخلي اخواتي ياخدوني معاهم الارض على اساس ان انا العب وانسى عشان ما اقعدش ابكي طول الوقت. في مره وانا راجعه مع اخواتي من الارض لقيت ستات كبيره وماسكه كشاكيل واقلام، فبسالهم انتوا بتتعلموا فين؟ قالوا لي بروح المدرسه هنا. فبقول لهم ازاي يعني انتوا كبار؟
قالوا لي احنا بنروح حاجه اسمها محو الاميه. طبعا ربنا اكرمني الحمد لله وخدت شهاده محو الاميه. والحقيقه كانت يعني اولا الدراسه ما كانتش الكتاب صغير زي دلوقتي، وكنا بندرس فيه كل حاجه، الرياضه والجيولوجيا والقصص الاسلاميه في القران كل حاجه تقريبا. ربنا اكرمني طبعا وحصلت على الشهاده الاعداديه، وكنت طالعه طبعا الثانيه على محافظه الفيوم بفضل الله. بعدها طبعا ربنا اكرمني دخلت الثانويه العامه وحصلت عليها، وخدت بكالوريوس خدمه اجتماعيه ودبلومه تربيه، وحاليا بدرس في تمهيدي ماجستير. افتحوا الشبابيك لنور الشمس، يلا افتحوا الشبابيك لشمس العلم. هلا صباح البيوت بكل الناس اللي فيها، أولادنا وأحفادنا وأجدادنا ولمة عيلتنا. صباح البيوت بكل الناس اللي فيها ولمة عيلتنا وفطارك عندنا في طعم البيوت. كل سنة وكل الأمهات بخير، عام دراسي جديد. في طبعا بعض الأمهات اللي بيبقوا سعداء جدا إن الأولاد راجعين المدرسة تاني، وفي بعض الأمهات اللي ممكن يكون عندهم بعض المشاكل بسبب الأطفال، خصوصا اللي لسه في بداية المراحل الدراسية مش عارفة تتعامل معهم إزاي، مش عارفة تخليهم يحبوا المدرسة إزاي. ده هنعرفه بالتفاصيل النهاردة مع ضيفتنا اللي بتشرفنا النهاردة، الأستاذة نفرتيتي أحمد، رئيس مجلس أباء وأمناء محافظة جنوب الجيزة والمدربة التربوية. أهلا بك يا أستاذة نفرتيتي. أهلا بك، صباح الفل عليكم كلكم، وأنا سعيدة جدا، البرنامج ده غالي عندي جدا. الله يخليك، سعيدة جدا أنا موجودة النهاردة معاكم. طبعا يعني خلينا كده نبتدي، هو فكرة دخول الطفل المدرسة لأول مرة طبعا بتقرق أمهات كثيرات جدا، يعني في اللي دخلوا السنة دي وفي اللي داخلين السنة الجاية، فالأمهات طبعا بتبقى متوترة، هي نفسها مش الطفل بس، ممكن تبقى متضايقة إن ابنها هيسيبها اللي بقى أو بنتها اللي في حضنها طول النهار هتسيبها في مكان بعيد غريب، هي نفسها بتبقى متضايقة. فنقول يعني للأمهات إيه كده في بداية العام الدراسي الجديد، نقول لهم إيه، نطمنهم إزاي؟ الحقيقه دي يعني ده شاغل يعني هم بيوت كتيره جدا جدا مصريه. وهاخد بس من الكلمه اللي حضرتك قلتيها ان هو رايح مكان غريب وبعيد، هو هنا بقى النقطه دي اللي انا هبتدي منها كلامي. احنا ليه بنوصل للطفل انه رايح مكان غريب وبعيد ومش حلو؟ مين اللي بيوصل للطفل المعلومه دي؟ الام. تمام. اولا يعني انا بحيي كل امهات مصر اللي عليهم عاتق كبير جدا 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 في السنة الدراسية الأولى وشغلهم الشاغل ده. فدايما لسه كنت بقول في أحد البرامج إن الأم المصرية عليها معلش هنزود عليها أعبائها ونقول لها عليك عبء كبير جدا جدا في التهيئة للطفل هو رايح فين. تمام. مجرد ان الام، ومش بقول الاب برضو ليه، لان بعد البرامج الابهات تقابلني تقول انت عماله بتتكلمي عن الام والاب، لا ليه، ده مش اخفاء لدور الاب او تقليص لدور الاب، بالعكس هي القصه كلها ان الام هي اللي ملتصقه بالطفل جدا. لان الاب في المرحله العمريه المبكره دي فبحب افهم بس الابهات عشان ما يزعلوش مني. بالعكس ده الاب ليه دور صعب جدا، ولكن الام الاول اللي عليها الدور ده، لان الام اللي قاعده ملتصقه بالولد، الام اللي بتروح المدرسه تعملوا الانترفيو، الام اللي بتدور على المدرسه، الام اللي بتشوف ده بحكم طبيعه الاسره المصريه ان الاب مشغول في شغله عشان يجيب لهم احتياجاتهم، والام هي اللي منوط بيها الاتفاقات. فدي مش حاجه تزعل الابهات. دي حاجه. الحاجه الثانيه هي الام بتبقى ويمكن كان في الاعداد دلوقتي قبل ما ادخل مع حضرتك، هي انهي ام بتقلق اكتر، الام العامله ولا الام ولا ربه البيت؟ الام ربه البيت هي اللي بتقلق اكتر وبتبقى مش عارفه ايه اللي بره غير الام العامله. الام العامله، المراه العامله
طبيعي بتنزل الصبح تسيب ولادها يا في الحضانه يا مع الام، هي بتفرح يعني لسه، يا مع بعض الجدة. الامهات بتفرح على العمل الدراسي، بتبقى مبسوطه جدا يعني. في امهات مبسوطين جدا ان كي جي 1 وكي جي 2 بدأوا بدري، لان هي بتبقى عندها الحضانه، عندها الام، فالمدرسه خلاص هي كده اطمنت على اولادها في مدرسه بعيدا عن الحضانه او عن تيتا او عن جده او عن خالته او اي مكان انت بتودي فيه. تمام. فالمدرسه هنا بتخلي الاسره في استقامه معنويه يعني. تمام. تبقى عارفه. وفي نفس الوقت المراه العامله، ده مش معنى ان انا بقول المراه العامله احسن من المراه ربت البيت، انا بقول بس الفرق ايه. تمام. ان المشكلات كلها بتجينا من الام. ليه؟ لانها ملتصقه بالولد جدا ساعه الصبح لغايه بالليل مع بعض، ما بيروحوش في حته مكان، ما بتودهوش حضانه، ودي حاجه احب انوه ليها، لازم تودي الولد قبل كي جي 1. ودي جزئيه بقى هنتكلم عنها بعد كده. فهي الام لازم ربه البيت تبقى عارفه ان هو النهارده هيسيبك، بكره هيسيبك، يعني ما نجيش نقول ده دخلوهم بدري ليه، ما هم هيخشوا، ما دخلوش النهارده يخشوا الاسبوع الجاي. اذا لازم تحطي في دماغك، بتكلم حته بقى تنميه بشريه دي، لازم تحطي ان الولد ان اجلا او عاجلا هيمشي وهيروح المدرسه. هتفضلي قاعده جنبك طول الوقت. وبعدين في مشكله واجهتنا السنه دي غريبه جدا، الامهات بتدور على مدرسه تكون سلسه. يعني ايه سلسه في التعامل؟ يعني ممكن تروح مدرسه تقول لها ايه، انا هقدم له بس مش هجيبه، هجيب مدرسه تديله في البيت، اصل انا خايفه من التعامل في الفصل، اصل انا قلقانه من الجاردن. ففي مدارس كتير تقول اريح يلا، هم وفر لنا ديسك، وفر لنا عدد. فدي مشكله كبيره جدا، لان الولد لازم برضه هيسيبك حتى لو انت السنه دي كي جي 1 قعدتيه في البيت وكي جي 2 قعدتيه في البيت بالاتفاق مع ايا كان المدرسه، ولا ابتدائي لازم هيروح حتى يجي. دي صعوبه شديده جدا، يمكن اكبر واكتر من الطفل اللي رايح اولى طبعا حضانة. دي مشكله هتواجه الام. وبعدين في حاجه دايما اقول، لازم الابن حتى لو مش في حضانه دلوقتي تخرجيه يعرف يتعامل مع بقيه الاطفال في النادي، اكيد بتسيبيه في النادي او بتلعبيه في النادي. فدي حاجه بنيجي بقى للمدرسه ونخاف. يعني في النادي ممكن اسيبه يلعب في الجاردن وانا قاعده على اساس ان هو قدامها، قدامي يعني هروح قدامي اجيبه، وهشوفه حد ضربه حد وقعه، انما المدرسه باكله وبنضفه. لكن دي بعد مشكلة كده الام بقى المدرسه هتقعد ست ساعات مش عارفه عنه حاجه. بالظبط كده. فلا تاكدي انك انت اخترتي مدرسه اكيد كويسه. وبرده عايزه اقول، مش بدافع طبعا عن المدارس، بس المدرسه في المدرسه هي مش داخله عشان تضايق الاطفال. لا اكيد، واخدين دورات تدريبيه ازاي يتعاملوا اول يوم، ازاي يتعاملوا مع الطفل اللي بيبكي بيعيط. الطفل فيه اطفال بتصرخ مش بتعيط. احنا بقى عايزين نتكلم على النقاط دي، بس خلينا في الاول يا استاذه نفرتيتي نقول ان كلام حضرتك بيفهمنا ان لازم يكون في اعداد للطفل ما قبل الدراسه. فهل الاعداد ده يكون قبلها بقد ايه؟ يعني قبل المدرسه مباشره، ولا ممكن يكون قبلها بسنه هو الاعداد كذا شهر؟ زي التخطيط كده. في اعداد متوسط الاجل، اعداد طويل الاجل، خطه طويله المدى، قصير الاجل. فاحنا لازم يبقى الاول نبتدي بطويل الاجل، اللي هو ايه، ان احنا فاضل لنا 6 شهور مثلا وهندخل بقى المدرسه، وفاضل لنا 4 شهور وهيروح يبتدي. الام بتوديه اكتر من مدرسه وده غلط، واكتر من انترفيو واكتر من مكان، وده اول حاجه طبعا لازم حضرتك تقرري هتروحي مدرسه ايه. ما هو ممكن بتبقى في حاجات مش متاحه لحد اخر لحظه فتبقى مشكله، وحكايه برضو العمر والسن، ما هو مدارس تقول مدارس تقول لا. ما هو لا، ما هو دلوقتي يعني في قرارات طبعا صادره تطمينيه لولية الامر. حضرتك ممكن تقدمي في مدرسه او اتنين، انما في اولياء امور بيقدموا في 5 6 7 مدارس ويبقى الولد 5 6 7 لقاءات. وبعدين المدارس بتاخد الطفل منك وتدخل تعمل له انترفيو جوه، ده مش صح برضه، يعني احنا دايما نقول ده اللي بيحصل على فكره. لا ده مش صح تربويا، احنا ليه بنعمل اختبارات الاختبارات بدايتها كانت ليه؟ عشان نشوف الطفل هل ذو احتياجات خاصه، هل ذو يعني عشان نوجه الام نقول لها لا ما ينفعش في المدرسه دي، في مدارس اخرى بتاخد هذا، في مدارس بتاخد دمج ممكن اناخده. فاحنا بنعمل ليه؟ عشان نشوف الشكل العام للولد ايه. كويس. انما اتقلب بقى الانترفيو لايه؟ الامتحان. بالظبط، بنمتحنه امتحان قاسي حقيقه وصعب، لان هو مش مطلوب من ولية الامر مدخله ابنها كي جي 1 يكون الولد داخل فاهم امال انا موديها المدرسه ليه. كتير مدارس تربويات بتعمل ده، تشوفه تعمل تشوف سلوكياته ايه، تعمل ازاي، ردود افعاله، اسئله نفسيه، ردود افعاله،
ده اللي ده الصح. في يعني حضانات ممكن تسألوا على الالوان على الحاجات يعني حاجات بسيطة. يعني عايزاه برضو ان هو يجي يكون متعلم جاهز. ايوه مش متعلم يعني, يعني والاشكال الهندسيه ممكن بتبقى في حاجات صعبه شويه. وانا دلوقتي لما ابني يكون عنده 3 سنين انا بعلمه ده, انما هو ممكن المدرسه تسال على الالوان عشان تشوف هل هو عنده في اطفال بيبقى عندهم عامة الوان يبقوا عايزين يعني رعايه وعنايه معينه. طب اذا هنا الام بقى تجهز الطفل ازاي ان الأم هو المفروض يعمل اللقاءات دي وان هو بقى يبتدي يخش المدرسه وينفصل عنها. هنا بقى زي ما حضرتك تفضلت وقلتي بتبقى الام بتقعد مع الطفل, اول ما بتقعد معاه بتقول له تعالى لحسن الجمل بقى دي اللي هي الجمل اللي انت ممكن تقوليها وما انتش جريانه هي هتاثر على الطفل ازاي. لحسن تسقط في الامتحان يا نهار ابيض. لا بقول لك ايه تمسك الطفل هي والاب او الجد او تفر الناس يعني القريبين منك في البيت, تعالى ماما هاتي له اللون ده ايه. هي حتى بتتكلم بتوتر لان عايزاه يعني عايزاه عارف كل حاجه. اللون ده ايه؟ لا لا وتروح شتماه. خدي بال حضرتك برده في الاجيال قاعده بقى. هنا بقى بقول للام انت كده بتفقدي كل المدرسه من قبل ما لان هو خايف مش عارف هو رايح فين. ده ايه ده اللون ده ايه؟ احمر يعني ايه رد خلاص. طب ده ايه؟ هيلاقي برتقاني او بامبا او فوشي او اي حاجه شبه الاحمر يقول لها ده رد وتروح تدي بقى سيل الايه. فيبقى فاهم ان هو رايح حته هيسقط فيها رايح حته حاجه مرعبه حد. ايوه هنا الام بتبقى حب هي طبعا بيبقى غصب عنها. بس انا بقول للام ايه زي ما حضرتك طلبتي مني بقول لها اهدي وكلمي الولد بطريقه جميله قولي له ان هناك في ميس جميله جدا هتقعد بقى تسالك عشان تشوفك بقى فاهم ولا لا. عايزين بقى نشوف ده مربع ده مثلث. وبعدين تديله يعني مثلا التلفزيون بتاعنا هو مربع ولا مثلث ولا مستطيل. ادي حاجه شايفها قدامه. النجفه الحاجات اللي هي حواليه مش لازم تجيب له حاجه محطوطه قدامه. هي مش في حاجات بتبقى في لعب الاطفال يعني في حاجات هي المفروض طبعا الام بتجيب ممكن تبقى تجهيزيه لتعد الطفل. لعب الاطفال مهمه جدا. بتروح المكتبه مش انت اللي تنقي اللعبه. يا ريت بس الامهات ما تنقيش اللعبه. المكتبات دلوقتي ما شاء الله كلها فيهم ناس متخصصه بتقولوا لي ابني عنده 3 سنين وباهله لدخول الحضانه او دخول المدرسه او عايز اعرف هواياته ايه او بيفكر في ايه بيديك اللعبه اللي على قد سنه. يا ريت كل واحد بس يبقى ليه يعني عارف تخصص الاخر. انما احنا بندخل نجيب اللعبه اللي على مزاجنا او اللي على مزاج الولد. لا على فكره ممكن تجيب يعني الالعاب التعليميه مفيده اكتر مناسبه لسنه. بالظبط ما هو ده بقى زي ما حضرتك قلتي التمهيد ايه؟ بنجيب الحاجه اللي اوريدي زي البازل زي الصلصال زي الحاجات التعامل بتاع الولد. دي نقطه. النقطه الثانيه ما تخوفيهوش من الانترفيو. تمام. اما تيجي من الانترفيو او يبقى داخل بتتكلم مع باباه يا رب ما يسقط اصله عنيد الواد ده اصله بص وتيجي تطلع المدرسه تقول لك ايه ما عرفش كذا وتقول لا لا ده عارف ولد انا مش قايله لك على ده امبارح. أيوة. انا عارف حصل اصل بصي هو اصله بيتخض منه سابنا بيبقى الان انما الولد ذكي جدا وتلاقي الدنيا اتقلبت في دقيقتين وانت فاهمه ان الولد ده قاعد مش فاهم ده عمال باصص لك وباصص للخناقه اللي بتدور فوق ما قد كده بقى باصص بقى للميس بتاعته ولمامته فبيروح وبعدين بعد اسبوع يروح مدرسه تاني بنفس التفاصيل بنفس التوتر وتفضلي حضرتك بقى توتريه طول الوقت شفت وتكلمي بالتليفون اصدقائك الولد رغم انه حل قدامي الا انه راح تخلي الولد منهار تيجي بقى اول يوم في الدراسه تقولي المدرسه دي وحشه لان الولد عيط لا حضرتك جايباه من عندك. تمام. طب دي تفاصيل مهمه جدا. اتمنى كل ام تكون خدت بالها من الموضوع ده لان ممكن الامهات تكون بتعمل الكلام ده من غير ما تشعر. لكن نيجي بقى لاول يوم فعلا بيبقى فيه اطفال فعلا برغم التحضير وبرغم الكلام ده كله وبرغم ان الامهات ما عملتش رعبه من المدرسه الا ان بيبقى فيه هستيريا من الصريخ والعياط لما الطفل بيعرف ان مامته هتسيبه وهتمشي. بيبقى بقى في يعني ده المدرسه بقى ده المدرسه نفسها بتبقى مرتبكه والمدرسه مرتبكه ومش عارفين يعملوا بالزبط. ايه فتقول لنا الحل يبقى هل الام تقعد هل تنسحب تختفي فورا هي نفسها هو فيه بتبقى مش عارفه تتصرف ازاي في يعني مدرستين زي ما بيقول في مدرسه بتنتهجها المدرسه الحكوميه والتجريبيات وكده ان الولد يدخل من باب المدرسه مامته تمشي دي مدرسه
تتفقي فيها او تختلفي، الا انها بتكسر يعني الولد اولا هو بيتخض طبعا لان باب المدرسه ده شكرا دخل، يفضل الولد يعيط ويزن عايز مامته اللي بره معايا حضرتك. وبتبقى المدرسه دي ليها طبعا يعني سياستها، دي سياسه، في سياسه اخرى وعاده بيعملوها المدارس الخاصه لان عندهم وقت وعندهم ماديات. في الكي جي 1 بالتحديد بيدخلوا كي جي 1 الاول قبل كي جي 2 تمام، عشان الولد لما بيدخل المدرسه ويلاقي زحمه كتير قوي واطفال كتير وامهات كتير ومدرسين كتير وصوت المايك بتخض، فالمدارس اللي فاهمه بقى بتروح مدخله كي جي 1 الاول، هيبقى العدد قليل، هيبقى الجارد المفتوح، هيبقى الطفل مش لاقي امم، ناس كتيره مش عارف بيعملوا ايه، الناس دي كلها هنا وماما هتسيبني مع الناس دي وتمشي. كل ده بيخلي الولد يصرخ. تمام، ده في اطفال مش بتعيط بتصرخ رساله يعني مش عياط، هو مش بيعيط، هو بيصرخ عشان يخض يعني ايه. الاطفال كمان اذكياء، تلاقي مامته يا حبيبتي قلبها وجعها تاخده وتروح راجعه مروحه، بيحصل ده مش ممكن صح. اول كام يوم كمان يعني ممكن نقضوا كذا يوم في الحاله أخطر دي. اخطر حاجه بقول لولية الامر، اخطر حاجه تغيبي ابنك الاسبوع الاولاني، اخطر شيء، لان هتوديه برضه يعني انت هتوديه الاسبوع الاولاني، مهم جدا جدا لنفسيه الطفل اولا يعرف فصله، حتى لو الطفل بكى طول اليوم يعني. لا هم المدرسه مش هتسيبه يبكي، من ساعه ما هي لو الام تقتنع ان لو ابنك عيط وانت ماشيه هو ما مش هيسيبوه يعيط. وفي كمان حاجه كويسه برضو في التربويات، لما الولد ما بيلاقيش مامته، في اطفال كده لما خلاص مامته تختفي عن ال يسكت بقى، يسكت لان هيعمل ايه، خلاص مامته مشيت، الحائط الصد بتاعه اللي هو بيعيط عشان يرجع معاها مش راجع، فبالتالي الطفل خلاص مش راجع، بيتواءم بقى ويتفاعل مع الفصل مع المدرسه، وبيبقوا جايبين طبعا عرايس ودباديب، بيبقى اول يوم كنوع من الجذب برضو. يمكن المدارس بقى طبعا اللي هي بتتعامل ده عشان تريح نفسها، بنضيع يومين ثلاثه من ولكن بنبقى طول السنه خلاص الولد تفاعل، والام بتيجي مثلا يعني اول يوم هيمشوا الساعه 12، تاني يوم هيمشوا الساعه او الاسبوع الجاي واحده لغايه ما تنتظم الدراسه. يبقى الطفل قاعد من 8 ل2 مثلا، في مدارس من 8 ل2، وفي كمان مدارس بتفضل مقعده ولي الامر يومين وثلاثه، تاخده يدخل الفصل ويطلع لماما، دي برضو حاجه يمكن حد هيقول لي ايه السنه بقى هتضيع، لا مش هتضيع، ده هم يومين ثلاثه عشان نظام ننظم حتى المدرستنا. العائق اللي ما بين الطفل والمدرسه ان هو هيفصله عن مامته، بيروح بتروح الفكره دي. وفي كمان حاجه ولية الامر بتعملها برضه، يا ريت ما تعملهاش، انا مش ضد ولية الامر ولا لا، انا بتكلم في حاجات انت نفسنا تستريحي. تمام، ما ينفعش حضرتك تخشي وبرضه مشكلات اول السنه يا استاذه نيفين، الام عايزه ابنها يقعد في اول ديسك، الام عايزه ابنها تيجي تسال المدرسه كل شرب، لا في حاجات دي ما تتسالش، لان المدرسه مش قاعده تاكل وتشرب، هي قاعده تدرس. طب حكايه بقى الاكل والشرب ده موضوع تاني وتفاصيل تانية هنتكلم فيها بعد التقرير، هنشوفه مع بعض دلوقتي. اللي فيه برضو اباء وامهات بيقولوا ايه رايهم في الاطفال رأيهم اللي بيدخلوا في المدارس ومنظومه التعليم بصفه عامه، اكتر حاجه هي محتاجاها ايه، ده اللي هنعرفه من خلال التقرير اللي جاي. احب ان يكون مثلا مستوى المدرسين مستوى مرتفع، مستوى راقي، عشان يوصل المعلومه للابن بطريقه سلسه، يكون الجو النفسي للمدرسه جو نفسي بيهيئ الجو المناسب وخبك للطالب، ان يكون مثلا المدرسه متكامله، منظومه متكامله من التربيه، من القيم، من الاخلاق، من التعليم. احب ان المدارس اولادنا تهتم بأمرين، التربية والتعليم. إذا كان البيت التربية مسؤولية الأب والأم، إلا أن المدرسة لها دور كبير قوي وعامل مهم قوي في تربية سلوكيات وأخلاقيات الأطفال. أهم حاجة يكون في تعليم كويس، تمام، مدرسين كفء كويسين جدا، يهتموا بالطفل نفسه، أنه يحببه في المادة، ما يخليش الطفل أنه يتعقد، أنه يقول لك أنا مش رايح المدرسة تاني،
اهم حاجه الخدمات اللي موجوده المدرسه، الحمامات، النظافه الشخصيه في المدارس، عدم تكدس الطلاب، ما يكونش طلاب كتير جدا في الفصل، يكون في نظام في المدرسه نفسه، تمام، يكون في تكافؤ وترابط في الترابط جوه المدرسه، عشان الترابط دوت هينتج عليه ترابط الاسره. يعني الانضباط والحضور في المدرسه، الانضباط والحضور دول اهم حاجه جدا في المدرسه. المبادئ والقيم والاخلاق اهم حاجه، اهم من العلم نفسه. وعلى فكره اللي بيدرس التربيه الدينيه ده بيدرس العلم. عندك اي انسان شوفيه حافظ القران فهو في اللغه العربيه فقيه جدا في اللغه العربيه. القران جاء يعني عارفه شارح حاجات عالميه، يعني كل حاجه تلاقيها في القران. نرجع تاني لضيفتنا النهارده والموضوعنا استاذه نفرتيتي، نكمل كلامنا. برضو الامهات يعني عليهم دور مهم قوي، ان هم مش يحضروا الطفل بس للمدرسه واستقبال يوم دراسي جديد وان هم يغيروا المكان، لكن كمان ازاي يتعاملوا مع الاطفال الاخرين. يمكن هو الاول مره ما بيبقاش هو الوحيد محور اهتمام الام، بيروح يلاقي اطفال تانية. ممكن يبقى في بعض الصفات السيئه اللي بتلقنها الام فيروح يمارسها مع الأطفال التانية فتحصل مشكلة كبيرة. صح. للأطفال في المدرسة. صح، زي ما حضرتك تفضلت وقلتي الأم بتبقى قلقانة على الولد خارج بره مش عارفة الفصل عدده كام. بيتعامل مع أطفال كتيرة أنماط شخصية مختلفة تماما، في طفل هادي في طفل عنيف. حضرتك بتجيبه لنا المدرسة، في أطفال بتبقى هادية وفي أطفال داخلين عندهم عنف فظيع. من ايه العنف؟ بيبقى طبيعي الطفل عنيف، بتبقى الام عارفه ان ابنها عنيف، في اطفال عندهم عنف. المشكله انك انت بتوجهي الطفل وهو رايح المدرسه بالليل، القعده بتاعت بالليل بقى، الزمزميه بتاعتك ما حدش يشرب فيها، القلم بتاعك حد ياخده، خد بالك من طبعا جايبه له حاجات غاليه، ودايما اقول بلاش تجيبوا حاجات غاليه للولاد. تمام. لانها هتضيع. مش اهمال من المدرسه ولا اهمال من هو طبيعي. الاطفال كده احنا الكبار بنضيع حاجتنا. يعني ساعات حاجتك تضيع فانت بتفضلي تشحنيه بقى بالليل، اوعى وصمشتك تاكلها، اوعى تدي له كل المعلومات وهو قاعد عماله بتحطي له طاقه سلبيه. على فكره ده مش ما هواش زي ما بقول لك ايه نصايح. لا، وياك حد يضربك، خد بالك اللي يضربك اضربه، اوعى تجيني معيط وتقول لي فلان ضربني هضربك. اسوء كلمه بقى اللي يضربك اضربه. فالولد داخل بقى للمجهول اللي هيتسرق فيه وهيتضرب فيه. ما هو ده مجهول مش عارف. ودخل لقى بقى 60 عيل في الفصل. هيضرب مين ولا مين؟ فبيستنى، وده بيحصل في التقارير اللي بتجيبها لنا المدرسات في الاسبوع الاولاني. بيقول لك قاعد بيكتب ولد مثلا يعني زق ولا يروح هوب، الولد ما عملوش حاجه، قاعدين يكتبوا فدراعه زق دراعه اي حاجه يروح ملفوت وضربه، اصله ضربني وزقني ليه؟ لان هو حاطط في دماغه انه هيروح لمامته تقول له فلان زقني، لا ده ضربني وما ضربوش. انت حطيتي في دماغ ابنك اوعى حد يجي جنبك. يعني فده جه جنبه، هشوفهم دول هيضربوك ويؤذوك فيبقى عنده تحفز فيروح ضارب الولد. تيجي المدرسه طبعا لازم هتعاقبه، ولا انتوا اما ابنك بيضرب اخوه في البيت بتعملي معاه ايه؟ مش بتقولوا لا عيب او تمام او تمنعيه من حاجه؟ ما تضربوش بعض. احنا طبعا ممنوع طبعا الضرب وممنوع كل الحاجات ممنوعه عشان ده طفل لسه جاي من بالظبط. بس ده بقى بيستلزم سلوك بقى معين وتدريب معين يكون المدرس. أيوة، برافو عليك. هو بقى الاساس دلوقتي، هي سلمته مهمة جدا. هي سلمته للمدرسه. أيوة. وما اصبحش مسؤوليتها حتى لو كان بيحمل بعض الصفات السلبيه. بالزبط. احنا بقى بنعمل ايه؟ المدرس بقى دورنا بقى ايه؟ احنا بقالنا تقريبا 3 شهور التحديث في محافظه الجيزه بنعمل دورات توعيه وتدريب للمدرسين اللي داخلين اول سنه برضو. تمام. للولاد بالتحديد الجداد. يعني بندي القدام وبرضو معاهم الجداد، لان الجديد لسه خارج من كليته مش عارف حاجه وبيبقوا سنهم صغير فما عندهمش طوله بال ولا عندهم هدوء نفسي. لان برضو ممكن هم كمان بيصدموا في اول يوم بالظبط، لسه واخده البكالوريوس بتاعها وداخله كي جي 1 فبتبقى مش عارفه تتعامل ازاي. ممكن برضو في انماط شخصيات مدرسين عنيفه
في ممكن أيوة مدرسه تروح شتمه ويضربوا الكل للاسف، يعني الفصل عمل ده برغم ان هو ممنوع وبرغم ان هو بيبقى فيه يعني حرص على تنفيذ القانون، لكن للاسف في مدرسين كتير جدا بيتعاملوا بشكل يعني بيعتمدوا على ارهاب الطفل علشان يستجيب ويسمع. في مدرسه تدخل تقول للاطفال بصوا اوعوا تفتكروا ان انا زي مدرسه مس فلانه، لا ده انا اللي هيحصل، وتفضل تدي. يعني في من احد المدارس مدرسه وحصلت يعني شخصيا في عائلتنا، يعني دخلت قالت للولاد اللي هيعيط مش هروحه لمامته. يا نهار، انت متخيله حصل ايه؟ ما سبتوش. حاجه غير تربويه بالمره. اللي هيعيط شوف موضوع اوضه الفيران دي من على ايامنا. المدرسه دي قالتها قديمه يا خبر ابيض. فهي عايزه فاهمه ان هي اما تخض الولاد وتديهم عقاب اللي هو مش هتشوف ماما تاني هيسكتوا. بالعكس، ازاي يسكتوا؟ في طفله نامت وصحيت وجات مامتها تاخدها قالت لها انت سايباني هنا بقالك 3 ايام، لان البنت نامت وقامت فافتكرت ان دوت يوم خلص. فالمدرسه برضو عليها الحقيقه يعني نوعيه المدرسات دي بقى اللي بتكره الطفل في المدرسه. ما هو ده بيحصل ويفضل طول العمر كاره المدرسه مهما غيرت له الفصل. فاحنا بنعمل ايه بقى في التربيه والتعليم؟ بنديهم دورات مكثفه بالاتفاق مع النقابه العامه للتنميه البشريه ازاي يتعاملوا بالتحديد الاسبوع الاولاني، يا ننجح كلنا كمنظومه يا نفشل. لان انت خلاص انت دخلتي الفصل بقيت صاحبه الفصل ده. تمام، تتعاملي بقى مع الاطفال بحب وبود، فن التعامل ازاي صح. تتعاملي مع الطفل، وكمان بنديها ازاي تتعامل مع ولاة الامر اللي هتجي لك اخر اليوم منفعله لان ابنها هدومه مش نظيفه او ما كملش سندوتشاته او قال لها او حاجه ضاعت منه او زعقت لي، فانت هتيجي تاخدي الطفل او هي حبيبي برضو دي غلطه خدي بالك، عملت اي واحد يكون ده اي واحد، وريني شنطتك تشوفي الادوات جاهزه ولا لا، شكلك بتعملي كده نبيه. لا اصل انا بشوف الكلام ده. فالولد بقى بيبقى حابب ايه يستميل للام، ميس عملت، روح سايبه الولد وتجري على الميس. فعلمنا برضو المدرسات ازاي يمتصوا غضب ولية الامر، ويبقى عامله حساب ان ولية الامر دي قلبها واجعها من الساعه 8 للساعه 2 وابنها مش موجود مش عارفه بيحصل ايه، لان احنا دايما عندنا قلق. ما عندناش حد، مفيش رساله تطمينيه بتطمن ولي الامر. فانا بقول فده بنديهم. بس هي لما بتلاقي الطفل مبسوط وراضي وجاي بيقول لها انا صاحبت النهارده اصحابي بقوا كذا وعملنا كذا في الفصل وعايز اروح بكره، ده كده خلاص. ده الطفل ده هي هتنسى اي حاجه ثانيه. انت عارفه الطفل ده ايه اللي هو راح حضانه قبل اللي راح حضانه قبل. فنفسي بقول لاولياء الامور من خلال برنامجكم الجميل، ودوا الولاد حضانه سنه واحده من 3 سنين لاربع سنين. تمام. او يا ستي 6 شهور بحيث يبقى عارف انه حي. عارفه الخطوه دي خطوه مهمه جدا طبعا جدا صح. عدم الالتصاق ده تجيب واحده واحده واسيب ماما ساعتين ثلاثه، مش لازم تسيبيه طول يعني اليوم. من سن 3 سنين تحاول ان تدخله اي حضانه تمهيديه ياخد سنه فكرة كده، فكره ان هو يدخل بشكل مباشر الاولى حضانه، لان الحضانه انت هتقدري تعدي تجيبيه الساعه 12 بالظبط، ما فيهوش نظام زي المدرسه. هتقول له ساعتين واجب فعلا توديه ساعه وتروحي جايباه، بنفضل بالتدريج كده في الحضانه شهر. صحيح، نقدر ناخده في اي وقت، نقدر ندخل نقعد معاه شويه الحضانه مش بتمنع ده، نقدر نجيب له حاجه حلوه وندخلها له ونروح، يبقى الطفل عارف ان انا في متناول ايده. كل ساعتين هاجي يعرف يعني ايه اطفال. انا عايزه اروح يا ماما. طب يا حبيبي روح. يبقى كده انا دخلت له البعد بطريقه جميله وبطريقه هاديه. صحيح صحيح، ده كلام مهم جدا. اتمنى ان كل الامهات اللي كانوا بيتابعونا النهارده يكونوا استفادوا منه، خصوصا الامهات اللي بتعمل عمليه بقى تمهيديه اللي لسه اطفالها هيخشوا هيدخلوا فتره الحضانه العام القادم، جهزوهم بالطريقه اللي احنا قلنا عليها لان ده مهم جدا. انا بشكرك جدا الاستاذه نفرتيتي احمد رئيس مجلس اباء وامناء بمحافظه جنوب الجيزه التعليميه والمدربه التربويه، انا بشكرك جدا، افدتينا بكلامك النهارده، ويعني أتمنى كل الأمهات والآباء يكونوا استفادوا بمعلوماتنا النهاردة، وعام دراسي سعيد إن شاء الله. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى لقاء جديد وطعم البيوت.